أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أستاذ على الهواء. إن شاء الله النهاردة هيكون معانا مراجعة كالكلس. عملنا قبل كده أربع مراجعات كالكلس، إن شاء الله النهاردة هنكمل كالكلس كبير ومحتاج يتراجع كتير. فإن شاء الله هنراجع النهاردة. نبدأ مع بعض كده نشوف أول سؤال عندنا بيتكلم عن إيه. أول سؤال في الكالكلس عندنا بيقول If the equation of the normal to the curve y equal f of x at a point 1, 1 الايكويشن اوف نورمال عند ال 1 وال 1 از مديني النورمال نفسه الايكويشن بتاعته x plus 4y equal 5 then عايز f dash of 1 عاوز f dash of 1 f dash اللي هو السلوب اوف تانجنت عند ال 1 طب هو مديني النورمال اعمل ايه؟ طيب التشويس نيجاتيف 3 ولا نيجاتيف كوارتر ولا 4 ولا نيجاتيف 4 السلوب اوف نورمال at x equal 1 عشان اجيب السلوب اوف نورمال وانا عندي الايكويشن اوف نورمال هتعامل معاه كانها ايكويشن اوف ذا ستريت لاين عادي جدا والايكويشن اوف الستريت لاين بيكون نيجاتيف كوفيشنت اوف x اوفر كوفيشنت اوف y والكوفيشنت اوف x عندي بنيجاتيف 1 والكوفيشنت اوف y ب 4 يعني نيجاتيف 1 اوفر 4 ده او نيجاتيف كوارتر ده السلوب اوف نورمال ما تسرعش بقى لانه عاوز السلوب اوف تانجنت عايز f داش اوف 1 طيب عشان اجيب الاف داش اوف 1 يعني السلوب اوف تانجنت السلوب اوف نورمال والسلوب اوف تانجنت ايه العلاقه بينهم؟ هي انا لو قلبت السلوب اوف تانجنت نورمال وغيرت الساين اداني السلوب اوف تانجنت او العكس. يبقى معنى كده ان السلوب اوف تانجنت ايكوال 4 نقلب ونغير الساين. طب هو عاوز اف داش اوف 1 يعني عاوز السلوب اوف تانجنت عند ال 1 ما هو السلوب اوف تانجنت عند ال 1 عكس السلوب اوف نورمال عند ال 1 فخلاص هيبقى هو ال 4 يبقى الاف داش اوف 1 هي نفسها الفور لو كان قال اي بوينت تانية ما كنتش هعرف اجيبه لازم عند ال1 بالتحديد لان النورمال كان عند ال1 تعال نشوف كويستشن نمبر 2 كويستشن نمبر 2 طالب مني السكند ديريفيتيف بتاع الواي اللي هي ساين 2 اكس كوساين 2 اكس ات باي اوفر 3 طيب اول ما بتشوف ساين اكس كوساين اكس بتفتكر دبل انجل على طول بس الدبل انجل بتاعت الاكس اسمها 2 اكس يعني في حاله لما يكون ساين اكس كوساين اكس لكن لما يكون ساين 2 اكس كوساين 2 اكس بيبقى دبل الانجل بتاع 2 اكس يعني دي دبل الانجل بتاعت 2 اكس اللي هي 4 اكس يعني ده في الاخر ايكوال بس مش ساين 4 اكس بقى ده عباره عن نص رول بتاع الدبل الانجل هاف ساين 4 اكس تعال نشوف كده الاختيارات الرول قلنا لك ايه بتقول ان 2 ساين اكس كوساين اكس 2 اكس معنى كده ان ساين اكس كوساين اكس بس بهاف ساين 2 اكس طب اللي عندي دي نص رول دبل 2 اكس يعني نص الساين كوارتر اكس الواي داش بقى الديريفيتيف بتاع الهاف زي ما هي وديريفيتيف الساين كوزاين في ديريفيتيف ال 4 اكس اللي هي 2 يبقى هاف في 2 هاف في 4 اسف هاف في 4 في كوزاين 4 اكس يعني 2 كوزاين 4 اكس طب السكند ديريفيتيف ديريفيتيف تاني ديريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين يبقى نيجاتيف في 2 زي ما هي في ديريفيتيف اللي جوه اللي هو 4 2 في 4 ب 8 تبقى نيجاتيف 8 وديريفيتيف الكوزاين نيجاتيف ساين يبقى نيجاتيف 8 ساين 4 اكس طيب الواي دبل داش بنيجاتيف 8 ساين 4 اكس تمام وانا عاوز اجيب الواي دبل داش عند الباي اوفر 3 الباي اوفر 3 اللي هي كام يا شباب حافظينها اللي هي 60 يبقى هنعوض عن الاكس ب 60 تبقى ايكوال نيجاتيف 8 ساين 4 في 60 هتبقى ايكوال في الاخر الواي دبل داش عند ال 60 ايكوال 4 روت 3 موجوده في الاختيارات طب تعالوا نشوف كويستشن نمبر 3 سؤال حلو برضو على implicit function بيقول لي x power 2 plus y power 2 equals 25 عاوز السكند ديريفيتيف عند 3 وال 4 عند الاكس والواي الاثنين عشان دي implicit طب تعال نشوف هل هي 25 over 27 ولا negative 25 over 64 ولا negative 25 over 27 ولا 7 over 27 مبدئيا كده عشان اعمل ديريفيتيف وهي كده لازم اجيب الديريفيتيف بتاع يعني هعمل differentiating with respect to x يبقى 2x بلس 2y دي y باي اكس ايكوال 0 ديريفيتيف 25 ب 0 كلنا بنغلط فيها وبنسيبها 25 زي ما هي ديريفيتيف طبعا انا اقدر اودي الناحيه الثانيه النيجاتيف 2x دي بالنيجاتيف فبقت 2y دي y باي دي اكس ايكوال نيجاتيف 2x واقدر اشيل ال 2 مع ال 2 وادي ال y بالديفايد فيطلع لي ان دي y باي دي اكس ايكوال نيجاتيف x على y واقدر اعوض كمان دلوقتي بالبوينت اللي عندي اللي هي 3 و 4 فتبقى نيجاتيف 3 اوفر 4 جميل جدا تعال نشوف السكند ديريفيتيف الفانكشن بقت فراكشنال نيجاتيف اكس على واي الدريفتيف بتاعها اللي تحت باور 2 وبعدين اللي تحت في دريفتيف اللي فوق ماينس اللي فوق في دريفتيف اللي تحت اللي تحت اللي هو واي باور 2
اللي تحت في الدريفيتيف اللي فوق يعني واي في الدريفيتيف النيجاتيف اكس اللي نيجاتيف 1 بلس اللي فوق اللي هو اكس في ماينس يعني ماينس ماينس اكس في الدريفيتيف الواي اللي هي دي واي باي دي اكس. تعرف تعوض؟ طبعا انا مش محتاج اعمل سمبليفاي، اعوض على طول. اعوض عن ايه؟ اعوض عن الواي ب 4 واعوض عن الاكس ب 3 واعوض عن الدي واي باي دي اكس بنيجاتيف 3 اوفر 4، وده اللي هيحصل فعلا وهيطلع لي في الاخر ان السكند دريفيتيف عند 3 وال 4 ايكوال نيجاتيف 25 اوفر 64. ده كان سؤال على الامبليسيت ديفرنشيشن. تعال نشوف كويستشن نمبر 4 بيقول ايه. على سلوب اوف تانجنت. ذا سلوب اوف تانجنت اوف واي ايكوال 1 بلس روت 2 كوزيك اكس بلس كوتان اكس ات باي على 4 وباي وباي على 4 و4 برضه مديني اكس والواي. ماشي. التشويسز نيجاتيف 2 بلس روت 2 ولا نيجاتيف 4 ولا 2 ولا نيجاتيف 1. طيب انت عشان تجيب سلوب اوف تانجنت معناها ديريفيتيف، الفيرست ديريفيتيف، الفيرست ديريفيتيف بتاع ال1 بلس روت 2 كوزيك اكس بلس كوتان اكس. واحده واحده. ال1 مالهاش ديريفيتيف. روت 2 ده كونستانت يفضل زي ما هو في ديريفيتيف الكوزيك اللي هي نيجاتيف كوزيك كوتان. بلس ديريفيتيف الكوتان اللي هي نيجاتيف كوزيك سكوير. حلو قوي. احنا مش محتاجين اكتر من فيرست ديريفيتيف. طيب هنعوض، هنعوض عن اكس بكام؟ الاكس باي على 4 اللي هي 45. جميل. يبقى ات اكس باي على 4 اللي هي 45 هتبقى روت 2 في نيجاتيف كوزيك 45 كوتان 45 ماينس كوزيك سكوير 45. طيب خد بالك ان الكوزيك 45 اللي انت برضو عشان طبعا ما انت بتعوض بيها بالكالكيتور، الكوزيك بتكتبها على الكالكيتور 1 على ساين. بس الكوتان معروفه هي والتان، هي والتان 45 الكوتان والتان بتوعها ب 1 ماينس كوزيك سكوير. طبعا روت 2 هتعمل تمام روت 2 نيجاتيف روت 2 بنيجاتيف 2 ماينس كمان 2 تطلع في الاخر ايكوال نيجاتيف 4. ده السكند، ده الفيرست ديريفيتيف او السلوب اوف تانجنت عند الاكس باي على 4 للفانكشن دي. تعالوا نشوف كويستشن نمبر 5. اه سؤال على الريليتد تايم ريت. عرفت منين؟ بتلاقي دايما اليوني بتاعتك سنتيمتر بين مينت متر بير سكند اند سو اون. بيقول لي the circumference of the circle increases at rate 10 باي سنتيمتر بير مينت then the radius increases at rate كام؟ ومديني اختيارات. طيب خد بالك هو في مسائل الريليتد تايم ريتس لما بيديني الفاريبل نفسه اللي هو سيركمفرنس، لو هو قال لي سيركمفرنس بحط رول سيركمفرنس، لو هو قال لي فوليوم اوف ذا سفير بحط 4 اوفر 3 باي ار باور 3، لو قال لي رول مش عارف الكون بحط رول الكون اند سو اون فوليوم او اريا او وات ايفر. وبعد ما بعمل كده بجيب الديريفيتيف وذ ريسبكت التايم، بعمل ديريفيتيف بالنسبه للتايم. طيب اول حاجه رول السيركمفرنس، السيركمفرنس بتاع السفير ايكوال ايه؟ 2 باي ار، امال الاريا باي ار سكوير. جميل. بعمل ديريفيتيف وذ ريسبكت تو تي، ال 2 باي كونستانت يبقى دي سي باي دي تي ايكوال 2 باي زي ما هي كونستانت في دي ار باي دي تي. طب انا عندي دي سي باي دي تي، هو قال لي السيركمفرنس انكريزز يعني بالبوزيتيف 10 باي، يبقى اشيل الدي سي باي دي تي واحط مكانها 10 باي ايكوال ال 2 باي زي ما هي والدي ار باي دي تي، خلاص بقى قانون واحد. ينفع اشيل باي مع باي؟ ينفع. طب ال 2 وال 10 هودي انا عايز الدي ار باي دي تي، فهودي ال 2 الناحيه الثانيه بالديفايدد، فهتبقى دي ار باي دي تي ايكوال 5 سنتيمتر بير مينيت، موجوده برضو في عندي في التشويسز. دي سؤال ريليتد تايم ريتس، لما بيديني سؤال ريليتد تايم ريتس بكتب الرول وبعمل لها ديريفيتيف وذ ريسبكت تو تي. طيب كويستشن نمبر 6، سؤال حلو ومشهور. بيقول لي ايه اكس ايكوال سيك زد وروت واي مش واي ايكوال تان زد، وعاوز السكند ديريفيتيف. السكند ديريفيتيف بدون تعويض، هل هو تان زد سيك زد؟ هل هو تان سكوير زد سيك سكوير زد؟ هل هو 3؟ هل هو 2؟ لاول وهله لما تفكر هتستبعد 3 و2 لان هما الاثنين ما هماش فيهم تان ولا سيك ولا حاجه، وهو مش طالب مني بتعويض، فايه اللي هيطلع الارقام؟ لكن ما تستعجلش. اول ستيب هعملها هجيب ديريفيتيف الاكس with respect to z، دي اكس باي دي زد ايكوال ديريفيتيف سيك سيك تان، يبقى سيك زد تان زد. طب روت واي هعمل فيها ايه؟ يا ريت تخليها واي، تعمل سكويرنج للبوث سايدز، فتبقى واي ايكوال تان سكوير زد. نجيب ديريفيتيف بقى، ديريفيتيف الواي دي واي باي دي زد بالنسبه لزد، ديريفيتيف التان سكوير خلي بالك بتنزل الباور بتاع التان 2 في تان زد في ديريفيتيف التان اللي هي 6 سكوير زد. يبقى عندك دي اكس باي زد دي زد، وعندك دي واي باي دي زد،
وانا عاوز اجيب الفيرست ديريفيتيف يعني دي واي باي دي اكس، فبعمل اللي فيه واي ديفايدد اللي فيه اكس، يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال 2 تان زد 6 سكوير زد على 6 زد تان زد. في سمبليفاي فيه، شيل التان مع التان، وتقدر كمان تشيل سيك من فوق مع سيك من تحت، فيبقى لك 2 6 زد. ده الفيرست ديريفيتيف. السكند ديريفيتيف، قبل ما تتستعجل وتخش على طول تجيب السكند ديريفيتيف بانك تقول ديريفيتيف السيك سيك تان ومش عارف ايه، خد بالك لو لاحظت السيك نفسها سيك زد هي نفسها الاكس. بص السيك زد هي نفسها الاكس، طب ما انا اشيل السيك زد واحط مكان اكس، فتبقى دي واي باي دي اكس ايكوال 2 اكس. طب الديريفيتيف بتاع 2 اكس بكام يا شباب؟ خلاص مش محتاجه ان انت تعمل لها بارامتر، يبقى ديريفيتيف الدي واي باي دي اكس اللي هو سكند ديريفيتيف ايكوال 2 بس، وانت كنت مستبعدها من الاول خلي بالك. فعشان كده ما تستعجلش في الحل، ولازم تمسك المساله تحلها بستبس وتوصل للمطلوب. Question number 7. If x is an acute angle, f of x equal ln sin x minus ln cosine x، وعاوز f dash of pi over 4. طيب اذا تعاملت مع اللين بتهور وبسرعه هتغلط. اللين يا شباب محتاج هدوء، اللين ليه بروبرتيز بتسهل الحل. البروبرتيز دي منها ان عندي لين ماينس لين او لين بلس لين او لين اكس عليها باور، بعرف اتعامل معاها. لين اكس باور ام بام لين اكس بنزل الباور، لين اي بلس بي او ان لين اي بلس لين بي بلين اي بي، لين اي ماينس لين بي بلين اي اوفر بي. يعني انا اللين بالذات ليه بروبرتيز كتير مهمه استخدمها، ما انساش كمان ان اللين 0 انديفاين، ولين 1 ب 0، ولين اي ب 1، الحاجات المهمه والاساسيه. نرجع لسؤالنا، دول لين ماينس لين. طب لين ماينس لين لسه بقول لك حالا، لين ماينس لين بلين الحاجتين ديفايد باي بعض. طب الاختيارات اهي، يبقى لين بدل ما نخليها لين ساين ماينس لين كوزاين هنخليها لين الحاجتين ديفايد باي بعض اللي هم ساين على كوزاين. الساين على كوزاين بايه يا شباب؟ بتان، يبقى دي ايكوال لين تان. برضو انت ما جبتليش ديريفيتيف اللين، ما هو ديريفيتيف اللين انت عارفه، ديريفيتيف اللين هو ديريفيتيف الفانكشن نفسها على الفانكشن نفسها، يعني ديريفيتيف اللين تان ب ديريفيتيف التان على التان، ديريفيتيف التان ب 6 سكوير اوفر تان. طيب اف داش اوف اكس ايكوال 6 سكوير اكس اوفر تان اكس، هو عايز يعوض عن الاكس باي على 4. واحد يقول لي يا مستر طب ما نعمل سمبليفاي، تعمل سمبليفاي وتضيع وقت انت في غنى عنه، طب ما تعوض على طول. هتقول لي ما السك ايكوال 1 على كوزاين باور 2 والتان ساين على كوزاين، شيل كوزاين مع كوزاين، اوكي كلامك سليم بس مش هيفيدني بحاجه. انا مش عاوز اجيب سمبلس فورم، انا عاوز اجيب تعويض بفاليو. الباي اوفر 4 اللي هي 45، فتبقى في الاخر ايكوال سك باور 2 45 على تان 45. سك باور 2 45 قلنا 2 وتان 45 1، 2 على 1 ايكوال 2. تمام، ده كان سؤال نمبر كويستشن نمبر 7. تعالوا نشوف كويستشن نمبر 8. سؤال برضو على اللين بس في الليمت. في رول للليمت بتقول ان اللين ليمت لين اكس بلس 1 على اكس ايكوال 1، بس هي مكتوبه في شكل مختلف. اعمل فيه ايه؟ انا عندي طريقه بستخدمها دايما في الليمتس وفي في الانتجريشن، ان انا بحاول اعمل السبستيتيوشن، بشيل الاكس دي، انا عايز الاكس دي تبقى حاجه بلس 1، طب ما نشيل نحط مكانها واي بلس 1. يعني نشوف كده، حط مكان اكس واي بلس 1 ليه؟ عشان يبقى اللي فوق شكل الرول. طب اللي تحت، اللي تحت الاكس زي ما هي برضو واي بلس 1 بس ماينس 1. تمام، طب والليمت نفسه الاكس تنس تو 1، ما الاكس برضو هنشيل نحط مكانها واي بلس 1، فبقت ليميت لما الواي بلس 1 تنس 1 فوق في لين واي بلس 1 وتحت في واي بلس 1 ماينس 1. طب ما تشيل 1 مع نيجاتيف 1 هيبقى ليميت، وكمان 1 مع 1 هنا في الليميت في السهم اللي تحت، فتبقى ليميت لما الواي تنس تو 0 كده بقت شكل الرول، ولين واي بلس 1 على واي خلاص بقت 1. ده حل. وفي حل اخر انك تقدر تجيب ديريفيتيف اللي فوق وديريفيتيف اللي تحت اوفر بعض، ديريفيتيف لين 1 على اكس، ديريفيتيف الاكس ماينس 1 ب 1، 1 على اكس على 1 والاكس ب 1 تدي برضه 1، نفس الحل. تعال نشوف كويستشن نمبر 9. اي واحد هيشوف السؤال ده هيفكر بسرعه، هو متسستم. السؤال ده يا جماعه بيفرق ما بين الطالب اللي بيفكر عشان يسهل على نفسه والطالب اللي هو بيتسستم بيحل بسيستم معين. الحقيقه عشان اعمل ديريفيتيف لحاجتين تايمز بعض، واحده منهم كوزيك والثانيه كوتان، الموضوع كبير قوي.
لان الكوزيك لوحدها دريفت بتاعها نيجاتيف كوزيك كوتان، والكوتان نيجاتيف كوزيك سكوير، وهم كمان معاملين تايمز بعض. اذا اكيد هنفكر في فكره تاني. طب حد لاحظ ان الاثنين براكتس دولت عكس بعض في الساين؟ يعني ينفع يدوني ديفرنس اوف تو سكويرز؟ اه، يعني كوزيك اكس ماينس كوتان اكس وكوزيك اكس بلس كوتان اكس لو اتعملوا تايمز بعض ده يدي الفيرست باور 2 ماينس السكند باور 2. طب ما كده اسهل، تعال نشوف. يبقى هتبقى كوزيك تايم كوزيك بكوزيك سكوير، كوتان تايم كوتان بكوتان سكوير ومينيم ماينس. حلو، برضه يا مستر بقت صعبه ليه؟ لان انا هجيب ديريفيتيف الكوزيك باور 2 ب 2 كوزيك اكس في نيجاتيف كوزيك اكس كوتان اكس، وديريفيتيف الكوتان باور 2 ب 2 كوتان اكس في نيجاتيف كوزيك سكوير اكس. انت مش هتعمل كده، لان انت عندك رول بتقول لك ان كوزيك سكوير ماينس كوتان سكوير ايكوال 1. شفت بقى اهميه التريجنومتريك ايدنتيتيز؟ انت الـ الـ يعني مفيش سؤال ديفرنشيشن او انتجريشن الا ما لازم استخدم فيه، لو كان على الساين والكوزان يعني او التريجنومتريك فانكشنز لازم استخدم فيه الايدنتيتيز. طيب يبقى كوزيك سكوير ماينس كوتان سكوير ب 1، يبقى كل الكلام ده ديريفيتيف ال 1 في الاخر اللي هو ايه يا شباب؟ 0. يعني كل ده في الاخر 0؟ اه. يبقى خد بالك ان لو اللي انت عايز تجيب له ديريفيتيف يعني تنس في الاخر تو كونستنت هيبقى الديريفيتيف بتاعه بزيرو. تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال حلو قوي مرسوم، بيقول لي ان ذا فيجر عاوز انتجريشن من 0 ل 2 بتاع اف اوف اكس باور 2 في اف داش اوف اكس دي اكس. خد بالك انت ملاحظ ان الديريفيتيف بتاع الفانكشن موجود جنبها، اف داش اوف اكس موجود جنب الاف اوف اكس اول تو ذا باور 2. واحنا لما يكون الديريفيتيف جنب الفانكشن في الانتجريشن بنعمل ايه؟ بنزود على الفانكشن 1 باور بتاعها 1 ونعمل ديفايدد باي باور جديد. طب الرسمه هستفيد منها ايه؟ ما انا ما عنديش الفانكشن. تعال نشوف. طيب مبدئيا كده الديريفيتيف موجود جنبها هنزود على البراكت كله 1 ونعمل ديفايدد باي باور جديد، يبقى اكس اف اوف اكس باور 3 على 3 من كام لكام؟ من 0 ل 2. طب من 0 ل 2 يعني نحط الاكس مره ب 2 مره ب 0 ماينس بعض. طب هوصل ليه يا مستر؟ ما تستعجلش، حل وهتوصل. نحط مره الاكس ب 2 ومره الاكس ب 0 بينهم ماينس. طب مثلا انا ما عنديش اف اوف 2. لا عندك، ما اديهاليش، لا اديها لك. لو بصيت في الجراف هتعرف ال 2 على الاكس اكسس يبقى الفانكشن بتاعتها ب 0، وال 0 موجوده في الرسمه اللي هو الانترسيتد بارت اوف واي اكسس، الواي بتاعتها ب 3. اه يعني اف اوف 2 ب 0 واف اوف 0 ب 3. شفت بقى الرسمه فاتتك ازاي؟ طب تعالى نشوف كده. يبقى 0 باور 3 على 3 ماينس 3 باور 3 على 3. 0 باور 3 على 3 ب 0 ماينس 27 على 3 ايكوال نيجاتيف 9. خد بالك من الرسمه، ساعات بتبقى فيه معلومات مش مكتوبه في الجيفن لكن موجوده من الجراف اللي قدامك. تعالى نشوف كويستشن نمبر 11. سؤال حلو على ابلكيشنز والماكسيمم مينيمم. عرفت منين؟ اي كلمه جريتست، كلمه سمولست، كلمه ماكسيمم، كلمه لونجست، كلمه نيرست، كلمه فاردست، كل ما يدل على ان انت بتجيب الماكسيمم او مينيمم ده درس على ده سؤال على الماكسيمم والمينيمم. طيب وبيقول لك السيمي سيركل جواها ريكتانجل، ارسمها ازاي؟ هو الرسمه مهمه؟ هي رسمه مهمه ليك، هتعرف تحل بالرسم. فانا هرسم لك سيمي سيركل جواها ريكتانجل الريديوس بتاعه 4. وانا عرفت منين الريديوس ب 4؟ هو مش مهم تعرف هنا لكن انا هعرفك الريز ب 4 ليه. الواي ما ايكوال سكوير روت 4 ماينس اكس سكوير، الكونستنت اللي جوه الروت بيكون هو الباور 2 بتاع الريديس اكوردنج ذا رول اللي بتقول اكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال ار باور 2. لما تعملها سمبليفاي تبقى الواي ايكوال سكوير روت ار باور 2 ماينس اكس باور 2، دي اسمها ايكويشن اوف سيركل او سيمي سيركل. فكده الريديس الريديس ب 2 عفوا مش ب 4. طيب اي ايكوال 2 اكس واي، يبقى a equal 2x في square root 4x 4 minus x power 2. يعني كده مش محتاج الرسمه في حاجه غير بس ان انا اعرف ان الاريا اوف ريكتانجل ايكوال لينس اوف ويتس، اللينس ب 2x والويتس ب 1. طيب عوضنا. طيب انا ممكن اجيب ديريفيتيف وهي كده؟ اه. وممكن ادخل ال 2x جوه البراكت افضل، فانا هدخل ال 2x جوه البراكت واي حاجه جوه الروت، واي حاجه بتدخل جوه الروت بتخش بالباور 2 بتاعها. يعني ال 2x تدخل جوه الروت ب 4x سكوير تايمز 4 ب 16x سكوير. 2x تدخل جوه الاكس جنب الاكس باور 2 ب 4x باور 2 ماينس نيجاتيف تايم نيجاتيف اكس باور 2 بنيجاتيف 4x باور 4.
كده اسهل لي، هعرف اجيب الديريفيتيف بان اجيب ديريفيتيف اللي جوه روت اوفر دبل روت. اوعى تنسى ديريفيتيف السكوير روت ايكوال ديريفيتيف اللي جوه السكوير روت اوفر دبل الروت نفسه. طب ديريفيتيف اللي جوه ايكوال 2 تايم 16 ب 32 اكس ماينس ديريفيتيف ال 4 اكس باور 4 16 اكس باور 3 اوفر اللي جوه روت. ده اسمه الاي داش، وانا قلت في الماكسيمم او مينيمم باخد الاي داش واحطه بزيرو. طبعا عشان احطه بزيرو بحط اللي فوق بس بزيرو، هيبقى 32 اكس ماينس 16 اكس باور 3 بزيرو. ناخد 32 او ناخد 16 اكس كومن فاكتور فيبقى 2 ماينس اكس سكوير ايكوال زيرو. خلاص ال 16 اكس مالهاش لازمه، بقت اكس سكوير ايكوال 2 يعني اكس ايكوال روت 2. يبقى الاكس ايكوال روت 2 وانا عاوز الجريتست اريا. طب ما نعوض بقى في السكوير روت الكبير ده اللي هو سكوير روت 16 اكس سكوير ماينس 4 اكس باور 4. فتبقى الاي ماكسيمم ايكوال روت 16 في روت 2 باور 2 ماينس 4 في روت 2 باور 4 ايكوال في الاخر الماكسيمم اريا ايكوال 4. ده كان سؤال على الابلكيشنز والماكسيمم اند مينيمم. وتعالوا نشوف كويستشن نمبر 12. سؤال انتجريشن من نيجاتيف 5 اوفر 2 ل 5 اوفر 2 ابسوليوت ساين اكس. هسألك سؤال، دايما اقول لك ان دريف ان الساين اكس والتان اكس اود فانكشنز. انت ليه يا مستر فكرت في اتجاه الاود والايفن؟ لما بلاقي الديفينيت انتجرال والحدود بتاعتي من نيجاتيف لبوزيتيف نفس الرقم بفكر ايفن اود على طول، لانها بتسهل لي الحل. لو الفانكشن دي اود من نيجاتيف لبوزيتيف نفس الرقم بيبقى دريف بيبقى الانتجريشن بتاعها بزيرو. طب لو هي ايفن ومن نيجاتيف ايه لايه يبقى الانتجريشن بتاعها دبل انتجريشن من زيرو لايه. طيب الفانكشن اود ايفن، انت قلت لنا مستر الساين والتان اود والكوزاين هي الايفن. جميل، يبقى دي ايه؟ اود. لا مش اود، لان عندك ابسوليوت. الابسوليوت فانكشن از ان ايفن فانكشن، بيعكس وبيخلي الاود ايفن. فالفانكشن دي از ايفن فمش تدي زيرو عموما. طيب يبقى الفانكشن از ايفن، عرفت منين من ابسوليوت؟ والفانكشن لما بيكون ايفن بنشيل الابسوليوت ونحط 2 بره ونبدا من 0 للباي اوفر 2، يبقى بقت دبل انتجريشن من 0 للباي اوفر 2 ساين اكس دي اكس. حلو قوي، هتعمل انتجريشن عادي ال 2 بره، انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين من 0 للباي على 2. طيب هعوض بقى مره باي على 2 ومره ب 0، بقت 2 انتجريشن نيجاتيف كوساين باي على 2 ماينس نيجاتيف كوساين 0. وبالراحة نيجاتيف كوزاين باي على 2 كوزاين 90 بزيرو ماينس ماينس كوزاين 0، فتبقى في الآخر 2 في 0 ماينس ماينس 1 يعني 2 تايمز 1 ايكوال 2. وخد بالك السؤال ده تريكي، في ان الساين از نوت ان اود فانكشن، الساين سوري الابسولوت ساين اكس از ايفن فانكشن، لكن الساين لوحدها كده از اود فانكشن. تعال نشوف السؤال اللي بعده. كويستشن نمبر 13، بس السؤال بقى مش تشوز، طالب مني انتجريشن كيوبيك روت اكس باور 4 ماينس اكس باور 3. طيب بالراحه كده يا شباب، دماغك هتروح ناحيه حاجه من اثنين، يا باي سبستيشن يا باي بورت. انا طبعا هنا ده ترم واحد مش تو ترم، ماشي. بس انا ما عنديش اعرف، ما اقدرش اجيب انتجريشن لسكوير روت او كيوبيك روت الا لو كان اللي جوه لينير. هتعامل ازاي؟ لو خدت بالك في كومن فاكتور، في كومن فاكتور، اخدنا الكومن فاكتور اللي هو اكس باور 3، فبقى لك اكس ماينس 1 جوه دي اكس. طيب هي الاكس باور 3 دي ما ينفعش تطلع بره الكيوبيك روت، تنفع، ما هي كيوبيك روت اكس باور 3 باكس، فدي ايكوال اكس بره الكيوبيك روت والكيوبيك روت اكس باور ماينس 1 دي اكس. السؤال خلاص اخد شكل السبستيتيوشن، بناخد دايما اللي جوه الروت ونسميه زد باور 3 او زد باور 2 او زد على حسب الروت. فانا ملاحظ ان اللي جوه روت ان هو كيوبيك روت، فهسمي اللي جوه روت زد باور 3 عشان ما يعملش ازمه. يبقى زد باور 3 كل اكس ماينس 1 واجيب الاكس لوحدها، يبقى الاكس ايكوال زد باور 3 بلس 1 واجيب الديريفيتيف. ديريفيتيف الاكس دي اكس، ديريفيتيف زد باور 3 ب 3 زد باور 2 دي زد. حلو قوي، ومحتاج كمان اجيب الزد لوحدها، الزد ايكوال كيوبيك روت اكس ماينس 1. كده جبت كل المعلومات اللي تهمني. تعالى بقى نمسك الليفت سايد اللي احنا شغالين فيه. طيب هنعوض عن الاكس، نشيل نحط مكانها زد باور 3 بلس 1 في براكت، وهنشيل الكيوبيك روت اكس ماينس 1 نحط مكانها كيوبيك روت زد باور 3، وهنشيل الدي اكس نحط مكانها 3 زد باور 2 دي زد. عملنا كده الكيوبيك روت زد باور 3 الحقيقه بزد، وفي كمان 3 زد باور 2 يبقى 3 زد باور 3، طلعها
طلع 3 بره وتبقى في زد باور 3 معموله تايم زد باور 3 بلس 1 بهذا الشكل. و3 بره الانتجريشن عادي جدا. ندخل الزد باور 3 على براكت فتبقى زد باور 6 بلس زد باور 3 دي زد. وفي 3 بره ما تنساهاش. بنعمل ايه في الانتجريشن بقى؟ بنزود على الباور 1 نعمل ديفايد باي باور جديد. زد باور 7 اوفر 7 بلس زد باور 4 اوفر 4 بلس سي. طيب نحتاج نرجع زد لاصلها تاني؟ يا ريت يكون افضل. فالزد اللي هي كيوبيك روت اكس ماينس 1 اللي هي اكس ماينس 1 باور 1 اوفر 3 لما ترجع لاصلها مكان الزد هتبقى في الاخر ايكوال 3 اوفر 7 بره و4 اكس ماينس 1 اول تو ذا باور 7 اوفر 3 بلس 3 اوفر 4 كمان اكس ماينس 1 اول تو ذا باور 4 اوفر 3 بلس كونستنت. ده سؤال حلو قوي على الانتجريشن باي سبستيتيوشن. تعالوا نشوف كويستشن نمبر 14 برضو انتجريشن. طيب تعال نفكر براحه. اكس ماينس 1 على اكس بلس 1 مش هعرف دول فراكشن. طب ينفع اقسم؟ ما ينفعش اقسم الا لو كان اللي فوق اكتر من حاجه واللي تحت حاجه واحده. طب اعمل ايه؟ لو فكرت وده مش سؤال لن، لن ازاي وفوق مش دريفيتيف تحت؟ فوق مش هو دريفيتيف تحت. هي ليها حلين، ليها حل بالسبستيتيوشن وليها حل اظرف انا بعمله اللي هو واحنا كمان اتعودنا عليه اللي هو هنزود 1 وننقص 1 فهتبقى اكس بلس 1 ماينس 2 على اكس بلس 1. طب ايه اللي استفدناه؟ هقول لك حالا. انا قلت لك لو فوق اكتر من حاجه وتحت حاجه واحده نقدر نعمل ديستريبيوشن. اكس بلس 1 على اكس بلس 1 وماينس 2 على اكس بلس 1. حلو قوي. اكس بلس 1 على اكس بلس 1 ب 1 دي اكس قسمناها 2 انتجريشن و2 بره الانتجريشن و1 على اكس بلس 1. طيب هو انتجريشن ال1 باكس جميل. طب انتجريشن 1 على اكس بلس 1 اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت ولما بيكون اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت بيبقى اللين ابسوليوت اللي تحت. يبقى اكس ما انساش ال2 اللي بره لين ابسوليوت اكس بلس 1. حلوه. تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال حلو قوي يا جماعه. الديفينيتس نفسها فيها انون. عاوز انتجريشن من 2 ل A 4x بلس 1 dx ويديه لك ان هو ايكوال 45. وعاوز البوسيبل فاليوز اوف سوليوشن بتاعت الـ A. طيب اولا انا هتعامل عادي جدا. هعمل انتجريشن وهعوض بA و2. الانتجريشن بتاع الـ 4x 4x باور 2 على 2 والـ 1x من 2 ل A ايكوال 45. طيب هنعوض مره بA ومره ب2. عوضنا بA يبقى 4A باور 2 على 2 بلس A ماينس. هنعوض بال 2 يبقى 4 في 2 باور 2 على 2 بلس 2. الكلام ده يكوال 45. تعرف تعمل سمبليفاي؟ الاولاني ده هيبقى 2A باور 2 بلس A والتاني دوت هيبقى 16 على 2 ب 8 بلس 2 ب 10 بس في ماينس بره. يبقى A باور 2 بلس A ماينس 10 يكوال 45. هعمل ايه في ال 45؟ هدخلها جوه عشان اعملها اخليها زيرو ايكويشن وابدا اعمل فاكتوريزيشن. دخلتها جوه بقت نيجاتيف 55. كده اقدر اجيب اثنين سوليوشنز للاي. يطلع ال 2a بلس 11 والاي ماينس 5 ايكوال زيرو بالفاكتوريزيشن ويطلع لي منها ان الاي ايكوال حلين بيلونجز لست فيها تو سوليوشنز نيجاتيف 11 اوفر 2 و5 والاثنين صح. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. كويستشن نمبر 16. سؤال حلو جدا عن السلوب اوف تانجنت وعلاقته بالايكويشن اوف كيرف وازاي اما يكون مديني سلوب اوف تانجنت اجيب ايكويشن اوف كيرف. ده اسمه ابلكيشن اون انتجريشن. طيب هو مديني السلوب اوف ذا تانجنت اوف ذا كيرف واي ايكوال اف اوف اكس از السلوب اوف تانجنت اللي قدامك ده مش الكيرف ده السلوب اوف تانجنت بتاعه. يعني 6 اكس باور 2 ماينس 30 اكس بلس 36 ده الاف داش. Find the curve of the equation given that the curve has a local maximum value equal 28. بالراحة كده شباب خالص. F داش ب 6 x باور 2 ماينس 30 x بلس 36. لو قريت غلط هتفهم ان ده الواي وتبقى مشكلة. اللي مديهولك ده هو الدريفيتيف هو السلوب اوف تانجنت. يبقى ال F داش اوف x equal 6 x باور 2 ماينس 30 x بلس 36. اجيب ال F اوف x منين؟ اجيب الايكويشن اوف كيرف منين؟ بعمل انتجريشن صح؟ تمام. ال f of x equal integration f dash of x. حلو قوي. ال f of x عشان اجيبها هعمل integration بس ما ننساش ان في constant of integration.
يبقى 6 اوفر يعني 6 اكس باور 3 اوفر 3 نزود على الباور 1 نعمل ديفايد باي باور الجديد 30 اكس باور 2 اوفر 2 نزود على 36 نعمل لها انتجريشن تبقى 36 اكس بلس كونستانت. طيب نعمل سمبليفاي نعمل سمبليفاي يبقى 2 اكس باور 3 ماينس 30 اوفر 2 15 اكس باور 2 بلس 36 اكس بلس سي. طيب كده انا عندي الاف اوف اكس بس في كونستانت وانا مديني ان اللوكال ماكسيمم فاليو 28 وعند اللوكال ماكسيمم فاليو الاف داش بتكون بزيرو. اللوكال ماكسيمم لوكال مينيمم كريتيكال بوينت عندها الاف داش بتكون بزيرو يعني انا محتاج احط بزيرو احط الاف داش بزيرو الاف داش الاصليه اللي عندي اللي هو مديها لي في السؤال يعني لما احطها بزيرو هعمل سمبليفاي ديفايدد باي 6 عشان ابسط المساله شويه فبقت اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس 6 ايكوال زيرو هعمل فاكتورايزيشن اكس ماينس 2 اكس ماينس 3 ايكوال زيرو يبقى عندي الاكس ليها حلين يا 2 يا 3. الفكره ان هو بيقول لي ان اللوكال ماكسيمم ب 28 انا مش عارف مين في دول ماكسيمم ومين في دول مينيمم فلازم اعمل تيست. تعال نشوف في السلايد الثاني الاكس ب 2 والاكس ب 3 اللي انا طلعتهم هعمل تيست اللي بعمله عادي احط على النمبر لاين 2 و3 وابدا اعمل السبستيتيوشن في الاف داش بارقام اقل من 2 وبتوين 2 و3 واكبر من 3 عوضنا بين اقل من 2 ب 0 مثلا طلعت الفانكشن دي السلوب اوف تانجنت بوزيتيف يعني انكريزنج عوضنا بين ال 2 و 3 طلعت نيجاتيف يعني ديكريزنج عوضنا اكتر من 3 طلعت بوزيتيف يعني برضو انكريزنج كده اللوكال ماكسيمم بتاعتي اللي هو بيتكلم عليها عند ال 2 يبقى ال 2 هي الاكس بتاعتي اللوكال ماكسيمم ب 28 يعني البوينت 2 و28 البوينت نفسها 2 و28 استفيد ايه؟ اه استفيد ما انا من شويه كنت لسه مديك الفانكشن بس فيها كونستنت ما انا محتاج اعوض بوينت عشان اجيب الكونستنت البوينت جبتها خلاص يبقى انا كنت بعمل التيست ده عشان اعرف اللوكال ماكسيمم الاكس بتاعتها كام والواي بكام الواي ب 28 جيفن هنعوض عن الاكس ب 2 والاف اوف اكس ب 28 هيطلع لي 28 ايكوال 2 في 2 باور 3 ماينس 15 في 2 باور 2 بلس 36 سي ايكوال بلس سي يعني يطلع السي ب 0 ولما تبقى السي ب 0 تبقى الفانكشن ما فيهاش السي اللي احنا كنا كاتبينها فتبقى في الاخر الاف اوف اكس اللي هو عايزها equal 2x power 3 minus 15x power 2 plus 36x. سؤال حلو اضطرني ان انا استخدم ال increasing وال decreasing وال local maximum وال local minimum وال integration كمان مع بعض. تعالوا نشوف question number 17. investigation يعني عايز يطلب مني discuss يعني او study ال convexity of the curve of the function عند ال f of x equal كيوبك روت اكس ماينس 3 وعاوز كمان اجيب الانفليكشن بوينت اف اكسس طبعا ممكن تكون مفيش انفليكشن بوينت هنشوف دلوقتي مديني فانكشن طبعا ده السؤال سيستماتيك ان انا بجيب الدريفيتيف الاول والدريفيتيف الثاني واحط سكند دريفيتيف بزيرو واجيب منه الاكسات اللي بتديني دوت واعمل تيستنج عشان اعرف امتى الفانكشن كونفكس اب وامتى كونفكس داون وهل البوينت اللي بينهم دي انفليكشن ولا لا. اف داش اوف اكس اول حاجه بنجيب الدريفتيف عشان نجيب الدريفتيف لازم اكتب الفانكشن بس في صوره افضل شويه هخليها اكس ماينس 3 اول تو ذا باور اوف 1 اوفر 3 بعدين نجيب الدريفتيف اف داش اوف اكس ايكوال نازل الباور في الفانكشن زي ما هي ونقص من الباور 1 اللي هو نيجاتيف 2 اوفر 3 في الدريفتيف اللي جوه اللي هو 1 مش هيبقى فيه مشكله بعد كده نجيب السكند دريفتيف ننزل الباور ثاني نيجاتيف 2 اوفر 3 تبقى 1 اوفر 3 بنيجاتيف 2 اوفر 9 في الفانكشن زي ما هي في نقص من الباور 1 اللي هو نيجاتيف 5 اوفر 3. طيب المفروض احط ده بزيرو بس هرجعه الاصل الاول رجع الاصل نكتبه بطريقه افضل هخليه نيجاتيف 2 اوفر 9 في 1 على كيوبيك روت اكس ماينس 3 اول تو ذا باور اوف 5 النيجاتيف نزلتها تحت والفراكشن خلى دي كيوبيك روت. طيب انا الفانكشن دي ما فيهاش فوق فيها تحت بس يبقى الفانكشن اتفقنا الكريتيكال الانفليكشن بوينت او الكريتيكال بوينت بيكون عند حاجتين يا اما بالنسبه للانفليكشن بيبقى الاف دبل داش بزيرو او الاف دبل داش از انديفايند هو هنا انديفايند عند الاكس ب 3 اللي هي بتخلي تحت بزيرو فهرسم من نمبر لاين واحط 3 في النص واعمل تيستنج عملت تيستنج قبل 3 طلع بوزيتيف والبوزيتيف معناها ان هو كونفكس داون والنيجاتيف معناها ان هو كونفكس اب خلي بالك عشان ده عكس الانكريز والديكريز يبقى الفانكشن دي كونفكس داون من نيجاتيف انفينيتي ل 3 وكونفكس اب من 3 لانفينيتي وطالما قبلها وبعدها ديفرنت يعني فانكشن ديفرنشبل قبلها وبعدها في اللوكال سوري كونفكس اب وكونفكس داون يبقى الانفليكشن بوينت بتاعتي هي 3 وهنعوض في الاوريجينال فانكشن ب 3 تديني 0 فيبقى الانفليكشن بوينت بتاعتي ايكوال 3 اند 0. تعالوا نشوف كويستشن نمبر 18.
question 18 مسألة مشهورة جدا برضو لازم تيجي في امتحان، مسألة ال higher derivative. مديني implicit function y power 2 plus 2xy equal 8، وطالب مني ابروف ان x plus y في second derivative plus 2 في first derivative plus the first derivative power 2 equal 0. طيب نمشي واحدة واحدة على المسألة عشان نوصل للمطلوب. أول حاجة هنعمل differentiation with respect to x، فهيطلع لي يلا derivative ال y it power 2 2y dy by x، ودريفيتيف ال 2xy الاول في دريفيتيف الثاني بلس الثاني في دريفيتيف الاول، دريفيتيف ال 2x ال 2x زي ما هي قصدي في دريفيتيف الواي اللي هي دي واي باي اكس بلس 2 في دريفيتيف ال في واي في دريفيتيف ال 2x اللي هي 2، يبقى 2y ايكوال 0. جميل، خدت بالك انها كلها ديفيزيف باي 2؟ جميل، نعمل ديفايد باي 2، عملنا ديفايد باي 2 بقت واي دي واي باي دي اكس بلس 2 بلس اكس دي واي باي دي اكس بلس واي ايكوال 0. المساله لو بصيت للريكوايرد، الريكوايرد مطلوب فيه سكند دريفت، يبقى لازم اعمل سكند دريفت. طيب بس انا هاخد اكس بلس واي الاول، هاخد دي واي باي دي اكس كومن فاكتور، فتبقى في عندي اكس بلس واي دي واي باي دي اكس بلس الواي لوحدها ايكوال زيرو. طيب نعمل بقى السكند دريفتيف تاني. انا عملت الكلام ده عشان محتاجه على جنب. سكند دريفتيف الاول في دريفتيف التاني اكس بلس واي دي واي باي دي اكس الاول في دريفتيف تاني اكس بلس واي زي ما هي، سكند دريفتيف بتاع دي واي باي دي اكس اللي هي دي 2 واي باي دي اكس 2 بلس التاني اللي هو دي واي باي دي اكس في دريفتيف الاكس بلس واي اللي هي دي واي باي دي اكس برضه بلس 1 دي واي باي دي اكس بلس معمول تايمز دي واي باي دي اكس. طيب كده انا عندي اكس بلس واي في دي 2 واي باي دي اكس بلس عندك دي واي باي دي اكس متكرره مرتين يعني 2 دي واي باي دي اكس، وعندك دي واي باي دي اكس اول تو ذا باور اوف 2 ايكوال 0. لو بصيت فوق هتلاقي ده المطلوب عندك في السؤال. مسألة الهاير دريفيتيف محتاجة هدوء بس شوية في الحل. السؤال اللي بعده question number 19 بيقول لي على rate of change، طيب بيقول لي rate of change of the distance between the origin and a moving point on the graph of a function y equal x to the power of 2 plus 1 if dy by dx او dy by dt equal 2 عند البوينت 1 و 2. شباب لو بصينا كده للسؤال نطلع كل معلوماتنا. هو بيقول لي عايز rate of change of the distance between the origin، الاوريجن هي 0 0 and a moving point هسميه x و y على الكيرف اللي اسمه y equal x power 2 plus 1. x و y يعني x و x power 2 plus 1. مديني ثلاث معلومات في السطر الاخير، ال dy by dt ب 2، البوينت نفسها 1 و 2 يعني الاكس ب 1 والواي ب 2. طيب نجمع معلوماتنا الاول. هاجي على جنب كده دي واي باي دي تي ب 2 اكس ب 1 واي ب 2. طيب هنفترض ان البوينت اكس واي تمام والاوريجين 0 0 وانا عايز اجيب ديستنس. قانون الديستنس، الديستنس اس ايكوال سكوير روت اكس ماينس اكس 1 باور اكس 1 ماينس اكس باور 2 بلس واي 1 ماينس واي 2 باور 2 تحت روت الاكس اهي ماينس 0 باور 2 بلس واي ماينس 0 باور 2، يعني بجيب ديستنس بين الاكس والواي والاوريجين. طيب هنشيل الواي ونحط مكانها اكس باور 2 بلس 1 تمام. تبقى x باور 2 بلس هنشيل y ونحط مكانها x باور 2 بلس 1، او ممكن نخليها نشيل x نفسها نحط y ماينس 1 يبقى بلس y تو ذا باور اوف 2. الx باور 2 كلها شلناها وحطينا مكانها y ماينس 1. بصوا يا شباب فوق كده الx باور 2 في السؤال هي ال y ماينس 1، فشلت الx باور 2 وحطيت مكانها y ماينس 1 بلس y باور 2، بقى تحت الروت في y ماينس 1 بلس y باور 2. وانا عاوز اجيب ريت اوف تشينج يعني دي s باي دي تي وده روت، يبقى دريفيتيف اللي جوه روت على دبل روت. دريفيتيف اللي جوه روت يعني دريفيتيف الواي ماينس 1 بلس واي باور 2 1 بلس 2 واي، والروت الدبل بتاعه تحت في دي واي باي دي تي. خلي بالك انت بتعمل دريفيتيف ويز ريسبكت تو تي واللي جوه روت ده واي، يبقى لازم نحط جنبها دي واي باي دي تي. طيب عندك معلومات تعوض بيها؟ عندي كل حاجه، هعوض بالواي ب 2 والاكس ب 1 مع اني ما عنديش اكس، والدي واي باي دي تي عندي اساسا ب 2. عوضنا في الدي واي باي دي تي بتقول دي طلعت في الاخر ايكوال روت 5 سنتيمتر بير سكند. ده كان سؤال على ريليتد برضو تايم ريت. هنشوف يا جماعه السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ان ذا جيفن فيجر، مديني رسمه مرسومه ومديني عندي لاين، اللاين ده بي انترسكت اكس اكسس في اي وزيرو، بي انترسكت واي اكسس في زيرو بي، ومديني الهايبوتنس ب 20 وبيقول لي بروف ذات ان الاريا اوف ذا ترانجل او اي بي از ماكسيمم
لما الاي تكون ايكوال بي ماكسيمم برضو. يعني ده سؤال عن ماكسيمم ومينيمم. جميل، فكده نبدا بالراحه. ده ترانجل والاريا بتاعته ايكوال هاف تايم اي تايمز بي، هاف تايم بيس تايمز هاي. طيب اولا في معلومه لازم اجيبها، ان انا اجيب ريليشن بين الاي والبي. الاي والبي طبعا اي باور 2، لان الحته اللي تحت دي اسمها اي والجزء الفيرتيكال بي، يبقى اي باور 2 بلس بي باور 2 ايكوال 20 باور 2. طيب نجيب ديريفيتيف، او الاول ناخد البي الاول نجيبها لوحدها ستاندرد، يعني البي ايكوال سكوير روت 400 ماينس اي سكوير. جميل جدا. طيب يبقى انا هكتب على جنب كده في الرسمه قدامي ان البي ايكوال روت 400 ماينس اي باور 2 لاني هحتاجها قدام. طيب الاريا ايكوال هاف تايم بيس تايمز هايت، هاف تايمز اي تايمز بي. طيب ما الاي عندك بايه والبي عندك بسكوير روت 400 ماينس اي سكوير، يبقى هاف اي في 400 ماينس اي سكوير، وده هو ده الاريا. وخلي بالك انا قلت لك قبل كده لما بنعوز نجيب ديريفيتيف ويكون في روت بفضل ادخل اللي بره روت جوه روت. وانا اجيب ديريفيتيف طبعا انا لما اقول لك ماكسيم مينيمم بجيب ديريفيتيف واحطه بزيرو. هدخل الهاف اي جوه بكوارتر اي سكوير، يبقى كوارتر اي سكوير في 400 ماينس اي سكوير، هندخل جوه البراكت كوارتر اي سكوير في 400 ب 100 اي سكوير، كوارتر اي سكوير في اي سكوير بنيجاتيف كوارتر اي باور 4. ده الاي. المفروض الاي داش بتبقى عباره عن ديريفيتيف اللي جوه روت على دبل روت. ديريفيتيف اللي جوه روت اللي هو 2 في 100 اي ب 200 اي ماينس ال 4 تنزل جنب كوارتر تروح تبقى 1 اي باور 3، واللي تحت زي ما هو. ولما بحط ديريفيتيف بزيرو بحط اللي فوق بزيرو. يبقى هنحط اللي فوق بزيرو يبقى 200 اي ماينس اي باور 3 بزيرو. هيوصلني الحاجه؟ هيوصلني ان شاء الله. هاخد اي كومن فاكتور ويبقى لي 200 ماينس اي سكوير ايكوال زيرو. الاي بزيرو ما ده ريفيوز تماما، يبقى الاي الثانيه الاي باور 2 ب 200. ده ريفيوز وده اكسبتد. الاي باور 2 ب 200. طب اجيب الاي؟ مش لازم. انا عندي الاي باور 2 ب 200 وعندي البي ب 400 ماينس اي سكوير. طب ما نعوض بيها كده؟ بالظبط. يبقى سكوير روت 400 ماينس 200 تطلع البي كمان هي كمان بسكوير روت 200. الاي بسكوير روت 200 والبي بسكوير روت 200. هو بيقول لي بروف ان ساعتها تبقى الاي ايكوال بي. فعلا البي سكوير هي كمان ب 200 والاي سكوير ب 200، ده معناه ان الاي ايكوال البي في الحاله دي. طبعا لان الاي بوزيتيف والبي بوزيتيف في الرسمه اللي قدامي، لكن لو الرسمه مش موجوده كان ممكن الاي تكون ايكوال بوزيتيف او نيجاتيف بي. ده كان سؤال 20، ده كان سؤال حلو جدا على الابلكيشنز على الماكسيمم والمينيمم. طيب تعالوا نشوف يا شباب كويستشن نمبر 21. انتجريشن تاني. انتجريشن مهم عليه جزء كبير في الامتحان. طيب هل ده سؤال باي بارتس؟ هل ده سؤال باي سبستيتيوشن؟ نشوف. انا دايما لما بلاقي الاثنين من نفس النوع اكس باور 3 اكس باور 2 الاثنين الجبريك فانكشنز بستخدم الباي سبستيتيوشن اسهل. طيب انا هاجي على جنب واكتب معلوماتي. انا بحب اسمي الفانكشن اللي جوه البراكت اللي عامل لي ازمه ده بسمي الفانكشن اللي جوه زد. فانا هسمي اكس باور 2 بلس 1 دي اسميها زد. واجيب الاكس لوحدها. يبقى اكس باور 2 زد ماينس 1. واجيب ديريفيتيف. الاول الاكس هتبقى زد ماينس 1 باور هاف. الديريفيتيف بتاع الاكس باور 2 2 اكس دي اكس. بحب اجيب الديريفيتيف من الخطوه الثانيه مش من الثالثه. يبقى 2 اكس دي اكس ايكوال دي زد. كده جبت المعلومات اللي انا عايزها على جنب، اجيب بس الدي اكس لوحدها بتبقى 1 على 2 اكس دي اكس زد. تعالى بقى نرجع للمساله. الاي ايكوال هنشيل الاكس باور 3 ونحط مكانها زد ماينس 1 اول تو ذا باور اوف هاف باور 3. تبقى زد ماينس 1 اول تو ذا باور اوف 3 اوفر 2. هشيل الاكس باور 2 بلس 1 احط مكانها زد فتبقى زد باور 6، هي اصلا في 6 في البراكت. هشيل الدي اكس واحط مكانها 1 على 2 اكس دي زد. حلو. عندك ال 1 على 2 طلعناها بره. انتجريشن زد ماينس 1 باور 3 اوفر 2 في زد باور 6 في 1 هنشيل الاكس نحط مكانها زد ماينس 1 باور هاف دي زد المفروض. تمام. هل في سمبليفاي؟ اه في سمبليفاي لان في زد ماينس 1 وفي زد ماينس 1 كمان تحت. دي عليها باور 3 اوفر 2 ودي عليها باور هاف. لما تعملوا سمبليفاي بنعمل ماينس للباور، ولما نعمل ماينس للباور هيبقى 3 اوفر 2 ماينس هاف 1، فمبقاش في حاجه تحت وفوق بقت زد ماينس 1 بس. يبقى هاف زد ماينس 1 في زد باور 6 دي اكس دي زد. هندخل زد باور 6 جوه البراكت فهتبقى هاف هنا وهنا. هتبقى هاف زد باور 7 ماينس زد باور 6 دي زد المفروض طبعا.
فهتبقى هاف هنزود على الباور 1 نعمل ديفايد باي باور جديد زد باور 8 على 8 ماينس زد باور 7 على 7 بلس سي ونرجع نرجع الفانكشن الاصلها تاني ونشيل طبعا 1 على 8 تايمز 1 على 2 ب 1 على 16 ونشيل الزد ونحط مكانها اكس باور 2 بلس 1 فهتبقى 1 اوفر 16 نفتح براكت اكس باور 2 بلس 1 قلت ذا باور 8 ماينس 1 على 14 نفتح براكت اكس باور 2 بلس 1 قلت ذا باور 7 بلس سي. كويستشن نمبر 22 انتجريشن x over x plus 1 dx. تاني بقول لك لازم اللي فوق يكون more terms اكتر من اللي تحت عشان اقدر اعمل توزيع. طب هنا هعمل ايه؟ طيب هعملها عملتها من شويه كنت عملتها لو تفتكروا من شويه حليتها باي ان انا زودت 1 قصت 1 كانت حلوه جدا برضه. هنا هعملها بطريقه اخرى بان انا هعمل substitution. هاخد الزد بلس 1 اسميها الاكس بلس 1 اسميها زد فيبقى الاكس يكوال زد ماينس 1. جميل. فيبقى دي اكس يكوال دي زد. خلاص مش عايز اكتر من كده. الاي يكوال انتجريشن هشيل الاكس واحط مكانها زد ماينس 1 اوفر زد دي زد. هنا اقدر اوزع زد على زد ماينس 1 على زد، زد على زد ب 1 ماينس 1 على زد يكوال زد ماينس ال 1 على زد الانتجريشن بتاعها عارفينه لن ابسوليوت زد بلس سي. خلصت. ممكن نرجع الاكس لاصلها او زد لاصلها فتبقى اكس بلس 1 ماينس لين ابسوليوت اكس بلس 1 بلس سي. كان ممكن نعمل ده بطريقه ثانيه بان احنا نزود 1 وننقص 1 وتبقى اكس بلس 1 على اكس بلس 1 والناحيه الثانيه تبقى 1 على اكس بلس 1 وتتحل برضو ويطلع نفس الاجابه. تعالوا نشوف كده كويستشن نمبر 23 برضو انتجريشن وبرضو باي سبستيتيوشن وعملنا زيها اكس باور 2 روت اكس بلس 1. ها انت بقى تقول لي اللي جوه الروت هنسميه ايه؟ ده سكوير روت يبقى نسميه برافو زد باور 2. يسهل على الحل، يسهل جدا الحل. نجيب الاكس لوحدها تبقى اكس يكوال زد باور 2 ماس 1. نجيب ديريفيتيف الاكس اللي هي دي اكس يكوال 2 زد دي زد. جميل. تعالى بقى نجيب الزد لوحدها ان احنا نقول سكوير روت اكس بلس 1. كل دي المعلومات دي هنستخدمها في الجاي. تعالى نمسك الليفت سايد. نشيل ايه اكس باور 2 ونحط مكانها زد باور 2 ماينس 1 قلت ذا باور اوف 2 ونشيل الروت ونحط مكانه زد باور 2 فتبقى روت زد باور 2 في زد باور 2 ماينس 1 قول باور 2 في نشيل الدي اكس نحط مكانها 2 زد دي زد. طيب اخدت بالك ان زد باور 2 تحت الروت بتشال فتبقى زد فبقى عندك 2 زد باور 2. ممكن اخد الاثنين اطلعها بره الانتجريشن، بحب انا اعمل كده قوي لانها بتسهل. وفي زد باور 2 وهفك البراكت بتاع زد باور 2 ماينس 1 باور 2 هيبقى زد باور 4 ماينس 2 زد باور 2 بلس 1 دي زد. هدخل زد باور 2 على البراكت كله. هتبقى 2 انتجريشن زد باور 6 ماينس 2 زد باور 4 بلس زد باور 2. طيب لما بنعمل انتجريشن بنزود على الباور 1 ونعمل ديفايدد باي الباور الجديد تبقى 2 1 اوفر 7 زد باور 7 ماينس 2 زد باور 5 اوفر 5 بلس 3 بلس 1 اوفر 3 زد باور 3 بلس سي. طبعا هرجع الاكس لاصلها تاني فتبقى او ممكن اخد ادخل ال 2 جوه الاول فتبقى 2 اوفر 7 و 2 و 4 اوفر 5 و 2 اوفر 3 وبعد كده اشيل الزد واحط مكانها او اشيل الزد واحط مكانها الفاليو بتاعتها اللي هي اكس بلس 1 باور هاف فتبقى 2 اوفر 7 في اكس بلس 1 باور هاف باور 7 يعني 7 اوفر 2 ماينس 4 اوفر 5 اكس بلس 1 باور 5 اوفر 2 بلس 2 اوفر 3 اكس بلس 1 اول تو ذا باور 3 اوفر 2 بلس سي. تعالوا نشوف سؤال تاني على برضو انتجريشن بس ده مش باي بورت بقى ولا مش عارف هنشوف دلوقتي ده مش باي سبستيتيوشن. طيب اكس في 6 سكوير اكس باور 2 بلس 2. الحقيقه ال 6 سكوير من الحاجات اللي ليها انتجريشن. انتجريشن اللي هو ايه؟ هو ديريفيتيف التان 6 سكوير يبقى انتجريشن 6 سكوير تان. بس احنا متفقين عشان يكون ليها انتجريشن لازم الديريفيتيف بتاعها يكون جنبها. طب هل الديريفيتيف بتاع الاكس باور 2 بلس 2 جنبها؟ هو في جنبها اكس وديريفيتيف الاكس باور 2 بلس 2 ب 2 اكس. يبقى انا محتاج اجيب اخلي الدريفتيف ده يبقى 2 اكس. بص بنفكر ازاي؟ ده ترتيب التفكير. طب نشوف. هي اكس 6 سكوير اكس باور 2 بلس 2. بص انا سايب مكان هحط فيه 2 من عندي. وال 2 اللي من عندي دي ما ينفعش احطها كده من عندي وخلاص لازم احط مكانها هاف بر. كده انا ظبطت المساله. عشان يبقى الدريفتيف بتاع الانجل بتاعت السيك باور 2 موجود جواها، موجود بره يعني جنب الدي اكس. كده هاف. والدريفت هكتب لك بقى افكرك بالمعلومات بقى كلها.
عندك انتجريشن الساين بنيجاتيف كوساين، انتجريشن الكوساين بساين، انتجريشن السك تان بسك، انتجريشن الكوسيك كوتان بنيجاتيف كوسيك، كوسيك سكوير بتان 6 6 سكوير بتان وكوسيك سكوير بنيجاتيف كوتان. فكل الحكايه ان بقى الدريفت بتاع جنبها، فخلاص لما دريفت يكون جنبها بكتب الانتجريشن بتاعها العادي اللي هو 6 سكوير بتان، بس ما انساش ان فيها بره. طيب تعالوا نشوف كويستشن نمبر 25، ده سؤال حلو برضو. تريجنومتك فانكشنز انتجريشن ساين باور 2 2 اكس ماينس 3 على 1 ماينس كوساين 2 اكس ماينس 3. لو خدت بالك من حاجه قول، فكر كده الاول قبل ما تاخد اي خطوه فكر. هو انا عشان اجيب انتجريشن لحاجتين ديفايد باي بعض ده صعب قوي، مفيش عندنا، لازم يكون في طريقه. الحاجات اللي ديفايد باي بعض دايما بتيجي في دماغي فكره ان اللي فوق يكون ديريفيتيف اللي تحت. طيب دلوقتي اللي تحت 1 ماينس كوساين 2 اكس ماينس 3، اللي فوق ساين باور 2، اللي فوق مش ديريفيتيف اللي تحت. طب شوف كده معايا المساله اهي زي ما هي. بص يا شباب، الساين سكوير عباره عن 1 ماينس كوساين سكوير. طب ليه فكرت كده؟ تحت في 1 ماينس كوساين وفوق في ساين سكوير، لو قدرنا نخليها كلها كوساين هيبقى عندي فرصه للسمبليفاي. فانا قدرت اخلي الساين سكوير دي 1 ماينس كوساين سكوير. ما تنساش الرول دي مهمه جدا جدا وتستخدم في كل حاجه. طيب برضو استفدت ايه؟ دي 1 ماينس كوساين سكوير ودي كوساين، هنشيل كوساين مع كوساين؟ مفيش حاجه اسمها كده. الكلام ده مش ده، في 1 ماينس فوق وفي 1 ماينس تحت. يبقى اذا محتاج ان انا اعمل حاجه ثانيه. خدت بالك ان اللي فوق ده ينفع تعمل له فاكتورايزيشن بس كبير شويه. هو 1 ماينس كوساين و1 بلس كوساين، يبقى 1 ماينس كوساين 2 اكس ماينس 3 1 بلس كوساين 2 اكس ماينس 3 على 1 ماينس كوساين 2 اكس ماينس 3. ده كده انا عملت ديفرنس اوف 2 سكويرز، اقدر اسمبليفاي دلوقتي. لو حضرتك قدرت تشيل حاجه مع حاجه تشوف هيبقى ايه، شوف ال 1 ماينس كوساين 2 اكس فوق وتحت او 2 اكس ماينس 3 شلناهم مع بعض، فبقى لي انتجريشن 1 ماينس كوساين 2 اكس ماينس 3. طب ال 1 ليها انتجريشن اللي هو الاكس، والكوساين ليها انتجريشن اللي هو الساين، بشرط ان الانجل اللي جوه دي تكون لينير او الدريفيتيف بتاعها يكون موجود بره. هي لينير بالفعل. واحنا لما يكون في عندي كوساين او ساين او تان او اي تريجنومتك فانكشن بنعمل انتجريشن بتاعها ديفايدد باي الكوفيشنت اوف اكس، لو كانت لينير فتبقى اكس بلس هاف ساين 2 اكس ماينس 3 بعد ما جبنا انتجريشن اوف كوساين ايكوال ساين بلس السي. اوعى تغلط وتحط انتجريشن الكوساين بنيجاتيف ساين، لان انتجريشن الكوساين بساين كلنا بنغلط فيها. بكده يا شباب احنا عملنا جنرال ريفيجن كامله على الكالكولس. تابع القديم، حل تاني. القديم كله بيلخص كل افكار المنهج عندك. الانتجريشن عملنا ليه حلقه لوحدها والحمد لله كانت حلقه كويسه جدا. عملنا على ريليتد تايم ريتس، وعلى عملنا كمان على الابلكيشنز على الماكسيمم والمينيمم، وعملنا على الدريفيتيف او الديفرنشيشن بانواعه. مطلوب منك ان شاء الله ان انت ترجع تراجع الكلام ده تاني، تحل كتير، ما تتوقفش. الماس لازم على طول ايدك شغاله فيه. راجع وتابع وخليك معانا ان شاء الله، هيكون في حلقات تانية. وربنا يوفقك واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا.